وشوشة. الثقافة الموسيقية أصبحت قليلة، يعني انت لو ترجعي بالزمن لورا هتلاقي ان الجمهور اللي كان بيقعد يتفرج مثلا على ام كلثوم في الحفلة بتاعتها كل اول خميس من الشهر ده، الناس ممكن لو ام كلثوم يعني في حالة نادرة جدا مثلا ما قالتش الجملة مش عارف ايه، تلاقي الجمهور بينتقد وعارف، غير جمهور دلوقتي في 2017 بيقولك لو حد نزل شريط فاضي هنشتريه. فجاب كبير جدا في الثقافة ان انا طبعا ليه اشتري شريط فاضي واحد منزله. يعني قال احنا خلاص بقينا بنستسهل كل حاجة. فهي ثقافة كانت موجودة، كانت مصر كلنا عارفين انها هوليوود الشرق في السينما، اول بلد عربي يكون فيها سينما واول بلد من البلاد اللي ابتدت صناعة السينما في العالم كله. يعني احنا في العشرينات كان عندنا سينما، فكون ان احنا نوصل في القرن 21 نبقى بنقول ان السينما هبط عندنا، فيبقى في خلل كبير جدا كده. برضو في مجال الموسيقي برضو كده، احنا كان عندنا عتاولة في التلحين وفي الغناء، وكنا بنسمع الافلام زمان الموسيقى التصويرية بتاعتها موسيقى عالمية، وحتى لما كانش في افلام بيتعمل لها موسيقى كانوا بيعملوا مختارات ومكتبين مختارات من الموسيقى العالمية. دلوقتي بقينا نستسهل وبقينا نسرق الموسيقى العالمية ونسرق الاغاني العالمية، والحمد لله على كده. اكتر حد يعني الناس هنا تعرفهم هو انريكي اجليسياس، بس انا اتعاملت مع ناس كتير جدا معروفين في اوروبا وفي امريكا اللاتينيه، جايز في مصر ما يعرفهمش قوي يعني، بس انريكي هو اكتر واحد عالمي لان هو غنى بالانجليزي، الباقيين ما غنوش بالانجليزي بس هم معروفين على مستوى البلاد الناطقه باللغه الاسبانيه يعني كده. بس في ناس يعني فيش حتى اقول اسمهم مش هعرفهم خالص. وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org